thank you وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في برنامج لغة السماء حيث نناقش واقع التعليم في بلادنا المعلمة هي السؤال الآن مين أفضل كمان مرة التعليم زمان ولا التعليم اليوم يعني أعتقد أنه كل التعليم زمان كان ملائم للفترة اللي هي كانت زمان والتعليم اليوم يجب أن يلائم للطلاب وللبيئة وللثقافة اللي نعيشها اليوم الاساليب طبعا كانت مختلفه الاساليب لم تكن في الماضي لم تكن كما هي اليوم اليوم في في الحداثه كما ذكر استاذ عبد الكريم اليوم في عندنا جوجل اللي هو عنده الاجوبه لجميع الاسئله اللي ممكن ان اذا حطال. كانت المعلمه مش قادره تستخدم الجهاز الكمبيوتر بطريقه يعني ممتازه بدناش نحكي جيدة ممتازة وإذا كانت مش قادرة تستخدم السناب شات على سبيل المثال بطريقة تعليمية مرتبة إذا كانت مش قادرة تستخدم الفيسبوك وتعمل صفحة إلها أو جوجل كلاس مثلا داخل جوجل في الصفوف الافتراضيه جوجل كلاس اللي ما بلزم اي تكاليف ماليه ما بلزم الا حساب على الجيميل يكون موجود عند الطالب وعند المعلم نفس الشيء هسه باستطاعتنا يعني اذا بنحكي 90% من طلابنا عندهم سمارت فون بنقدر داخل غرفه الصفيه نعرض في البروجيكتور سؤال معين والكل يدخل على ويب سايت محدد وهذا باخذ باخذ تصويت انا باعتبار هل كتبته انا صحيح صح ولا خطا وكل طالب من تليفونه بدخل بيحكي صح ام خطا مباشره الجهاز بيعرض النتيجه النهائيه. كثير من الشغلات التقنيه وجدت لخدمه المعلم، بس اذا كان المعلم بيعيش في فجوه كبيره ما بينه وبين بين ثقافته وتعليمه من جهه وتعليمه التقني من جهه وما بين الجيل الناشئ اليوم، يعني اذا ما نجحنا انه نبهر هذا الطالب بالجديد، اذا شو بدنا نحكي؟ لا كلامك صحيح يعني اللي طرحته صحيح أنا مع أنه المعلم،, المعلم لازم يواكب التجديدات إيه. يعني بالنهاية الطالب لازم يكون هو محمور التعليم بالأساس إيه. لازم يطلع مستفيد فإذا كان الشيء يتطلب أنه نستخدم التكنولوجيا الحديثة ولو أنه مش دائما هي مفيدة يعني استخدام الهواتف الذكية في الصف ممكن تسبب لنا مشكلة يعني مش دائماً بنرجع للأسف لمصطلح السيطرة وأنا ما بحبوش بالنهاية إحنا مش السيطرة ليش تنمعوا الهواتف داخل الصف؟ الهاتف الخلوي أنت ذكرت مم. حالياً بجملة كم الجملة اللي حكيتها الفيسبوك السناب شات مم. عنا الإنستغرام عنا كتير تطبيقات على هواتفهم ال اليوم عندنا المشكلة أنه الأولاد متعلقين بالهاتف الذكي أكثر حتى من العائلة من الأم والأب فهذا بالنسبة له هذا العالم كله سؤال كيف نستعمل الهاتف الذكي وين م. الحدود يعني كمان المعلم عليه مسؤولية كبيرة منه بدي يواكب التجديدات والعصر والتكنولوجيا ومنه بدي يكون في بين وبين الطلاب م. هاي الثقة أنه نستعمل بس عشان كذا هل سؤال هل بننجح هذا في في مجال للنجاح فيه بس بده يكون بالاول بناء العلاقه اللي فيها ثقة كتير كبيرة ثقافة الاحترام وال... صحيح أكيد والاحترام صحيح. من الطرفين طبعا من الطالب تجاه المعلم من المعلم تجاه الطالب يعني الشيء مش أنه إحنا أنا لا أقول أنه المعلم مقدس لا بالعكس يعني إذا الطالب ما حس أنه م. هذا المعلم يحترمني أو هاي المعلمة بتحترمني مستحيل أنه يرجع له الاحترام هاي الثقافة لازم نبنيها هاي من الأساسيات لما يصير في علاقة جيدة بين الطلاب والمعلم ممكن معلم يتقدم ولكن بأكد على أنه المعلم مجبور أنه يواكب التحديثات والتجديدات وإلا صراحة الطالب غير ليس محتاج للمعلم اليوم عنده كل شيء عنده السمارت عنده العالم كله يعني الأستاذ عبد الكريم يعني إذا إحنا حكينا للطالب الصف الأول إزرع شجرة وعلمنا انه كل يوم كل اسبوع يكتب تقرير عن الشجره قديش طولها مثلا عشان يعمل لي بعدين آه مد... آه رسم بياني لإلها بعدها نحكي له انت شجره انت انت سقيتها هي بتعلم فبنغرس فيه احنا قيمة الاهتمام بالآخرين والاهتمام بالبيئة وإلى آخره بعدها حكينا له كم عدد أوراق الشجر بعدين حكينا له كم طولها وظلينا نستمر معه مدار السنة و السنتين و بعدها لونها بعدها زاوية الورقة بعدها حكينا معه الحجم أكبر أصغر المفاهيم الرياضية والحسابية والتاريخية و آخره لما يشوفها بشكل عملي و حقيقي في المدرسة هاي الاشارات اللي بتزيد انتمائه اصلا للمدرسه الى اللي هو موجود فيها طبعا انا بس انا يعني اللي اللي شاعرين فيه احنا بانه في يعني مش قله يعني مخصصات ماليه في عندنا احنا فجوه كبيره جدا ما بين نطمح له وما بين ثقافه المعلم المعلم يعني بيشوف احنا نسبه كبيره منهم قاعد بشكي بيحكي لك السبب بالطالب السبب بتربيه الاهل طب احنا بالنهايه قاده بالمجتمع قاده تربويين هل بدنا نسحب من الميدان لا ابدا انا اوافقك الراي تماما يعني مره اخرى يعني المعلم يجب ان يمتلك الجراه على ان يتغير يجب ان يمتلك الشجاعه على ان يتبدل يتطور لا يمكن المعلم الذي تخرج قبل عشرين سنه أو أكثر أن يعلم نفس الأساليب التي كانت تستعمل في ذلك الحين مقولة تنسى بسيدنا علي رضي الله عنه يقول علموا أبنائكم لزمان غير زمانكم اليوم هذا العصر عصر التقنيات وعصر الحوسبة آخره لا بد من أن المعلم أن يستكمل في هذه المجالات ومع ذلك يجب أن لا يغفل عن قضية القيم القيم لها دور أساسي في العملية التربوية والعملية التوجيه وإذا افتقد المعلم القدرة على تذويت هذه القيم لن يعطيها إلى الطالب فاقد الشيء لا يعطيه على المعلم أولاً أن يذوّت هذه القيم في علاقته مع الطالب أن يكون قدوة حسنة للطالب أن يكون آه مصغياً للطالب أن لا يهاب أن يستمع لأسئلة الطالب يعني قضية أنه أسكت ما تسأل هذه من تكون في مجتمعنا على العكس من ذلك يجب ان نعطي المجال والاتاحه للطالب ان يسال حتى الاسئله التي نعتقد يعني انها قد يعني تهز من مكانه وعظمه المعلم، المعلم يجب ان يتواضع للمعلومه ويتواضع للعلم، اما ان يقف كمصدر السلطه ومصدر المعرفه امام طالب اللي هي الثقافه الابويه هذه الثقافه الذكوريه اعتقد يجب يجب كمان يجب يعني تطليق هذه الثقافه ما عادت تنفع في هذا الواقع م. الذي نعيشه، حتى اضيف قيمه الفشل الفشل يمكن ان نخرج من خلاله قيمه تربويه جدا قيمه يعني اذكر في رحله يعني ليست من بعيد كنا في خارج البلاد راينا في احدى المدارس يحدثون عن احد الطلاب كان يرسم خلال الحصه فالمعلم توجه اليه وقال له رسمك جميل خلال الحصه انا اعتقد من المناسب ان تكون في صف تخصص رسم واخذوه الى هذا المضمار مضمار الفن والابداع والمسرح الى اخره في واقعنا للاسف اذا الطالب كان يرسم خلال الحصه او يتحرك بعض الشيء يتم توجيهه الى المدير او الى مركز الطبقه التعليميه او يتم فصله من المدرسه ويتم يعني وصمه انه طالب ذي مشاكل سلوكيه. فلا بد على المعلم ان يتجرأ ولا بد ان من كل شيء ممكن ان نشتق قيمه تربويه من خلالها نعمل على حتى افه العنف في مجتمعنا. قضية محاربة آفة العنف تبدأ أيضا في القيم التي ينقلها الطالب المعلم يجب أن يكون حازم وشتان ما بين الحزم والصراخ للأسف إحنا اعتدنا أن الحزم يكون بالعصا في السابق وفي هذا الأوان في الصوت العالي وإنما الحزم يكون بوضع المعايير والانضباط سواء في علاقة المعلم مع الطالب أو علاقة الطالب بالطالب صحيح يعني احنا اذا اذا المعلم دخل الى الصف طبيعي جدا انه يلاقي شخص او طالب موهوب في مجال الرياضيات، في مجال العلوم، في مجال الدين، في مجال الرياضه، طالب يمكن يكون موهوب في انه يعطي نكته انه انه يعني يخلي الجو جو مريح، الطالب يمكن يكون موجود في اخر الصف ونايم. يمكن هذا الشخص النايم بيكون موهبته في مجال التخيل عنده قدرة عالية على التخيل والإبداع والابتكار لما رب العالمين بيحكينا ليبلوكم فيما أتاكم فأعطى كل إنسان فينا مجال موهبة مضمار للتميز فيه عشان يكون في بصمة بالحياة السؤال هل بمعنى الكلمة إحنا قادرين على اكتشاف المواهب هل الآليات المستخدمة مع طلابنا قادر على كشف الموهبة ثم توجيه الموهبة هاي ووضعها في المضمار السليم ولا لسه ما زلنا نعاني من ما عندناش رؤية واضحة لآلية كشف الموهبة والتميز داخل مدارسنا صراحة هو الشيء مش بس آليات أنا بشوفه كمان يعتمد على شخصية المعلم الموجود في الصف يعني م. هناك معلم اللي يتقبل هاي الاختلافات م. بغض النظر إن كانت الآليات موجودة أم لا يتقبل يحترم الطالب بيشجعه على المجال اللي هو فعلا شايف إنه الطالب هاد عنده هاي الموهبة أو أو قد يمتاز في هذا المجال لكن في معلمين اللي, اللي بعده عايش في دور المعلم هو السلطة والحصة التعليمية يجب أن تكون أنه في عندي لوح وعندي قوانين وفقط يعني أنت مش مهم هذا الطالب شو ماله أو إذا هاي المادة مش كتير بحبها بحب إشي تاني يعني لا أنا هون أنا المسيطر أنا السلطة والكل لازم يتبع تعليماتي فالإشي يعتمد كمان على الشخص يعني الشيء أراه فردي بعيداً عن الآليات فردي يختلف من معلم إلى آخر نعم يعني الحديث يعني ضيوفنا يطول ويطول في المضمار التعليمي باسمكم مشاهدينا الكرام جميعا يعني نشكر ضيوفنا الكرام على حضور ومشاركتهم معنا في هذه الحلقة ونلقاكم إن شاء الله تعالى بعد الفاصل فكونوا معنا إذا أيها الكرام، رسالة السماء إلينا، قول رب العزة والجلال في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، إذا فلتتضافر الجهود جميعا لكي تصل هذه الرسالة إلينا بكل وضوح فلتتضافر جميعا لاحترام دور المعلم في عملية التعليم لاحترام الطالب في مكان دراسته لاحترام الطفل حال تعلمه هذا الواجب علينا في هذه الحياة كي نحيا على هذه الأرض ونؤدي رسالة الله سبحانه وتعالى علينا جميعا في هذه الحياة هذا محمد ربعي يودعكم في برنامج لغة السماء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته